قبل ما نبدأ الفيديو انا عايزك تشوف انا معايا كام في التقديم. معايا 19 دولار 75 سنت، معايا في التقديم الاساسي 32 دولار و90 سنت، يعني حوالي 33 دولار. انا كنت عملت ايداع في الموقع قبل كده ب10 دولار وسحبتهم 11 دولار ونص، وعملت ايداع ب20 دولار من قيمة كام يوم واسحبهم 22 دولار. دلوقتي انا اسحب 19 دولار 75 سنت، وكمان يومين اسحب ال2 دولار الباقيين. تمام، مدة الخطة بتكون حوالي 10 ايام. تمام، كل اللي عليك ان انت بتعمل ايداع من 10 دولار ل20 دولار. ال10 دولار بتاخد عليها $1.10 كل يوم، وال20 دولار بتاخد عليها $2.20 كل يوم. ده بالنسبة للتعدين، والموقع موثوق جدا جدا، واسيب لكم رابط الشرح والتسجيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو. رابط الشرح، شرح الموقع كامل في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ودلوقتي هنعمل مع بعض اثبات السحب اللي جايين عليه. فقبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو لسه اول مره تشوف القناه انزل دعمنا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واهم حاجه اللايك عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس، وتعليق ايجابي منك. والموقع كل اسبوع او كل 10 ايام بينزل مكافآت على عملة اللايت كوين، ده غير ربحك من التعدين. فالموقع يعتبر موثوق جدا. فبنيجي على الباقات بتاعة الموقع، بنيجي عند كلمة ميك ديبوزيت من هنا بالشكل دوت. تمام، واسيب لك رابط شرح الموقع بالكامل وطريقة الايداع وطريقة السحب في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تمام شباب، ازاي بتعمل ايداع في الموقع؟ يعني انا كنت شغال على الباقة الاولانية اللي هي من 10 دولار ل20 دولار، الباقة التانية من 30 دولار ل100 دولار، الباقة التالتة من 300 دولار ل600 دولار، الباقة الرابعة من 900 دولار ل1800 دولار. تمام، بتيجي لو هتعمل تخش في الباقة التانية بتبدأ من 30 دولار ل100 دولار، بتضغط على كلمة سيلكت بالشكل دوت، وبتعمل ايداع عن طريق اي محفظة رقمية عندك، عن طريق البيتكوين، عن طريق اللاتكوين، عن طريق الدوشكوين، عن طريق، انا كنت بعمل ايداع عن طريق عملة التي ار اكس، بضغط عليها بالشكل دوت وبضغط على كلمة نيكست. تمام، وببعت لهم على العنوان، باخد العنوان دوت نسخ وببعت لهم 235.38 سنت، عن طريق بتبعت عن طريق اي محفظة عندك، الباينانس، الباير، تقدر تبعت عن الباير، تقدر تبعت عن التراست وولت، الفوسيت باي، تقدر تبعت من اي محفظة عندك. تمام، ده بالنسبة لطريقة الايداع. طريقة السحب، هنسحب مع بعض دلوقتي 19 دولار 75 سنت، وانا ابقى اسحب ايه ال2 دولار الباقيين. بنيجي عند عملة الدشكوين بالشكل دوت، وهسحب على محفظة الباير، هسحب على محفظة الباير لان انا جايب عنوان الدوشكوين اللي محفظة اللي في محفظة الباير ضايفه هنا عشان اسحب على الباير مباشرة. بضغط على كلمة نيكست بالشكل دوت، بضيف المبلغ اللي معايا 19 دولار 73 سنت، واحد الستة دي بخليها 5 عشان لو ايه، لو قال لك العملات اللي معاك مش هتكفي في الرصيد، بخليها 5 بالشكل دوت، وبضغط على كلمة نيكست بالشكل دوت. تمام، وهيبعت لي 184.76 سنت، هيبعت لي 184.76 سنت من عملة الدوشكوين و19 دولار 73 سنت. اضغط على كلمة كونفيرم بالشكل دوت، هيبعت لي دلوقتي رسالة تأكيد ان هو هيبعت لي الرصيد. فبتنتظر من حوالي من دقيقة لربع ساعة او نص ساعة، والرصيد بيوصل لك مباشرة الى محفظتك. سمعت صوت الرسالة؟ تمام. وعملة اللايت كوين تقدر تسحب برضو الرصيد اللي عليها، انا معايا 0.200 من عملة اللايت كوين. بتيجي هنا بيقول لك الثغرة بقى بتاعت اللايت كوين، بتيجي عند الاتنين ديت وبتضيف الرصيد اللي معاك على عملة اللايت كوين،
تمام، وبتضيف الرصيد بالشكل دوت، وتضغط على كلمة نيكست. لو لسه مكمل معانا الفيديو لحد دلوقتي انزل دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واهم حاجة اللايك وشير الفيديو عشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، والكل يستفيد زي ما انت بتستفيد، جارك يستفيد يا ابو الصحاب. والموقع موثوق 100% زي ما انت شايف اثباتات السحب والايداع اللي احنا شغالين فيها عليها في الموقع، فتقدر تعمل ايداع بالرقم اللي انت عايزه، وتقدر تشتغل على الموقع. الموقع موثوق موثوق موثوق، تمام. بتيجي هنا بيبعت لنا 31603، تضغط على كلمة كونفيرم بالشكل دوت، تمام. كده بنيجي عند الداشبورد بالشكل دوت، بنلاقي رصيد اللايت كوين اتصفر ورصيد الدوش كوين اتصفر بالشكل دوت يا شباب. كده ايه، وبنروح على محفظة البير عشان نتأكد ان الايداع وصل لنا ولا لسه. بنفتح محفظة البير بالشكل دوت، ونضغط على كلمة نيكست، تمام. بيفتح معايا مباشرة. بروح على عملة الدوش كوين من هنا، بضغط على كلمة ديبوزيت، تمام. يعني السحب في خلال ربع ساعة بيكون وصل لك، السحب بيكون وصل لك في خلال ربع ساعة. ادي السحب اهوت يا شباب، 184.76 سنت على عملة الدوشكوين، فهو في انتظار التأكيدات، وبيكون وصل على محفظة البير زي ما انتوا شايفين، دي محفظة البير الخاصة بيا، تمام. بنرجع للموقع بالشكل دوت تاني، وادي الموقع. انا معايا كام، 2100 جيجا هاش في التعدين، والتعدين 32.91 سنت، 32.91 سنت يا شباب، تمام. ده بالنسبة لكل حاجة عن الموقع، وشرحت لك طريقة الأداء وطريقة السحب، واسيب لك رابط شرح الموقع بالكامل في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والموقع موثوق 100%، تقدر تشتغل عليه وتربح منه بكل ثقة، والموقع موثوق، وتقدر تعمل ايداع بالرقم اللي انت عاوزه، لان الموقع موثوق 100%، لان الموقع بقاله اكتر من 6 شهور شغال، بقاله يحاول اكتر من 6 شهور شغال. فاشتغل على الموقع واعمل عليه ايداع واربح منه. فكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. لو في اي استفسار اكتب لي في التعليقات، انا برد على جميع التعليقات. ولو في اي حد عايز يشحن عن طريق فودافون كاش يتواصل معايا على الواتس او على التليجرام، وانا بشحله عن طريق فودافون كاش. وبكده كنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.